السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرات المتداولة أو المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، في أول خبر لدينا: تشهد مدينة الناصرية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا في التظاهرات الشعبية المطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين وإقالة محافظ ذي قار الحالي ناظم الوائلي، والتي جوبهت بقمع حكومي كبير أسفر عن استشهاد متظاهرين وإصابة العشرات. متظاهرون محافظة النجف أعربوا عن تضامنهم مع متظاهري الناصرية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى كربلاء بالإطارات المشتعلة احتجاجا على القمع الحكومي المتواصل في مدينة الناصرية. فلنشاهد. ثوار النجف الأشرف أبطال التصعيد، نقوم بالتصعيد تضامنا مع ثوار الناصرية، ونقول لهم أننا معكم في السراء والضراء، وجماعتكم دمائنا والرحمة والخلود بالشهداء والخزي والحرب للقتل المتقابلين في تاريخ 22/2/2021 في قار شد حزامي. أهلي نجف قدامي في قار شد حزامي. أهلي نجف قدامي. نبقى في هذا الإطار مشاهدينا الكرام. قام متظاهرو القادسية بإصدار بيان أدانوا فيه القمع الحكومي لمتظاهري مدينة الناصرية وأعربوا عن تضامنهم الكامل معهم. دعونا نشاهد البيان الذي خرج من ثوار محافظة القادسية. باسم ثوار الديوانية نستنكر وندين ما تقوم به القوات الحكومية من إجراءات قمعية واستخدام مفرط للقوة بحق المتظاهرين الناصرية، مما أدى إلى سقوط شهداء، ونحمل الكاظمي وحكومته مسؤولية الحفاظ على أرواح المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ونؤكد أن ثوار الديوانية ظهير ساند لإخوانهم في الناصرية، والله خير ناصر. نبقى أيضا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أشكال التضامن تنوعت ما بين إحراق الإطارات والبيانات التي شاهدتموها الآن، شملت كذلك إنشاد الأغاني الثورية لمساندة الثوار في ميادين التظاهر، خاصة في مدينة الناصرية التي يتواصل فيها القمع الحكومي للمتظاهرين. طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة أنشدوا أنشودة حملت عنوان بين الجسر والساحة، الوطن عالي جناحة. لنستمع إلى جزء من هذه الأنشودة في اللقطات التالية مشاهدينا الكرام. بعد أن استمعنا مشاهدينا الكرام إلى هذه الأنشودة، هناك تعليقات حول هذا الموضوع. تضامن شعبي كبير طبعا مع ما يحدث من قمع لثوار العراق في كافة المراحل اليوم أو أمس. أبو سجاد الدراجي يقول: الناصرية تباد لأنها قالت كلا للظلم والحكم الباطل ووقفت بوجه الحرامية. في تعليق من أحمد يقول: أهل ذي قار وبالخصوص شبابها رفعتم رؤوس العراقيين عالياً بصمودكم. في
في تعليق من حسوني يقول: اللهم انصر الشباب الثار، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الجلادين والطغاة والظالمين. ولدينا في آخر تعليق حول هذا الموضوع سمر تقول: والله العظيم كلمة أبطال شوية على شباب الناصرية، ربي يحفظكم. بالانتقال إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، أصدر معتصمو العلاوي من الخريجين وحملة الشهادات العليا بيانا لهم يؤكدون فيه ثباتهم واستمرارهم بالاعتصام بعد تقليل أعدادهم المشاركة فيه بسبب جائحة كورونا. طالبوا الحكومة بإدراج ملف تعييناتهم بالموازنة العامة للعام الحالي. دعونا نستمع مشاهدينا لجانب من البيان في المقطع التالي. بعد الاجتماع الأخير ونظرا للظروف الراهنة تقرر ما يلي: نظرا للظروف الصحية التي تمر على بلدنا العزيز وحفاظا على سلامة المعتصمين، لم يتم دعوة أعدادنا لهذا اليوم، ووجودنا فقط هو لإيصال الرسالة بكل سلمية والتزام. ثانيا، الاستمرار بالضغط السلمي على الحكومة المركزية لإنصاف المعتصمين بكافة تخصصاتهم. ثالثا، نطالب بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، شرط أن يتم ضمان حقوق المعتصمين جميعا بعد إقرار الموازنة فورا. رابعا، نطالب بشمولنا بدرجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة 21 وعدم مصادرة حقوقنا المشروعة. خامسا والأهم، أعدادنا ليست خيالية كما ينقلها البعض، فكل أعداد معتصمي بغداد لا تتجاوز 13,000 درجة وظيفية. سادسا، تجمعنا مكون من عدة تنسيقيات ومن كافة التخصصات، ولا يوجد من يتحدث باسم الكل، والجميع لهم حرية الرأي واتخاذ القرار بما يهم مصلحة الجميع. مشاهدينا الكرام، هناك مقطع أو هناك عفوا تغريدات وردت حول وسم نحن المستقبل معتصمي العلاوي بالنسبة لهذا الموضوع في تويتر. دعونا نقرأ بعض من هذه التغريدات. زهراء تقول: إلى من يكتب التاريخ، دون أنه في عام 2021 كان الشعب العراقي يمر بأزهى عصوره، فقد حقق المساواة بين الرجل والمرأة، والدليل أن قوات الشغب عندما أطلقت سمومها لم تميز بين ذكر وأنثى، والحقيقة أنه ظلم من كان يبحث عن حياة كريمة نزيهة وأنصف الفاسد، ظلم من كان يبحث وأنصف الفاسد. في تغريدة لدينا من المهندسة والسال تقول: أيها الساسة، ملخص اعتصامنا وحقوقنا هي أمانة بأعناقكم، أين وعودكم؟ لماذا هذا التهميش والتكذيب بحقنا؟ وزهراء تقول: 100 100، لا عجب أن يكون العراق في مؤخرة العالم إذا كان حامل الشهادة العليا يضرب ويهان لأنه يطالب بفرصة عمل. سالب 100 أعتقد تقصد. وفي آخر تغريدة من زيد يقول: صوت الحق أعلى، لن تقتلوا الإصرار، لن تخمدوا العزيمة، كلما زاد الكبت زادت الإرادة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر مرتبط بهذه الاعتصامات، لكن قضية أخرى: اعتصام العلوم السياسية. يواصل خريجو العلوم السياسية اعتصاماتهم منذ نحو 8 أشهر قرب البوابة 5 للمنطقة الخضراء. طالبوا كذلك بإيجاد حل لهم واستيعابهم بوزارات الدولة. طبعا هم أصدروا بيانا حول أوضاعهم وذكروا حكومة الكاظمي بوعوده التي قطعها لهم بتعيينهم والتي لم ينفذ شيء منها حتى الآن. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا البيان. أحدثكم باسم الإنسانية، باسم القسم الذي قسمتموه أمام شعبكم، باسم العراق، أن تنقذونا من التهميش والإقصاء والاستبعاد الذي يلاحقنا منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا، وعليكم الوقوف بجانبنا والاستعجال في قرار موازنة 2021 وإدراجنا فيها ضمن درجات الحذف والاستحداث. نحن أبناء بلدكم، نحن صناع الحياة، نحن الحاضر والمستقبل. قضيتنا لا تخفى عن أنظاركم. نناشدكم من أجل إنصافنا ومن أجل أحلامنا ومن أجل عوائلنا التي تنتظر ثمرة جهودنا.
كونوا صوتا لنا داخل قبة البرلمان العراقي. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام تغريدات وردت حول وسم الأولوية من حق معتصم السياسية. ولا تقول: نحن أبناء الوطن، نحن أولى من الأيدي العاملة الأجنبية ببناء بلدنا. العراق يتقدم بشبابه بأبنائه، العراق يتقدم بوطنيتنا، استثمروا خبراتنا طاقاتنا فنحن أولى بخيرات بلدنا وبلدنا أولى بنا. في تغريدة أخرى من محمد يقول: تذكروا جيدا أن للظلم والجور بحق الشعوب خطورته الكبيرة وأثاره المدمرة على الأنظمة السابقة والأمم الماضية، لا تكرروا أخطاء من سبقكم. تغريدة لدينا من محمود يقول: كفاكم تسويفا لمطالب الخريجين المعتصمين، الارتفاع المضطرد في نسبة العاطلين عن العمل ولا سيما بين الشباب من خريجي الجامعات سيعرقل كل خطوة باتجاه الإصلاح. وفي آخر تغريدة لدينا من نضال تقول: تذكروا جيدا أيها المسؤولون أن من أسباب التوتر وعدم الاستقرار السياسي في العراق هو تفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بين الشباب، فهل ستحققون لنا مطالبنا المشروعة وفق الدستور العراقي بالتعيين؟ ما زلنا بانتظار الإنصاف في موازنة العام 2021. ننتقل إلى آخر مقطع لدينا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام. هذه مباراة لكرة قدم، مشهد يعبر عن انهيار الواقع الخدمي. على الهواء مباشرة توقفت مباراة الديوانية والنجف في الدور العراقي الممتاز لكرة القدم بسبب انقطاع التيار الكهربائي داخل ملعب النجف قبل انتهاء الشوط الأول، وذلك بعد تقدم فريق النجف بهدف وحيد في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. هذه اللقطات التي ستشاهدونها الآن تفاعل معها الجمهور بشكل ساخر، خاصة وأن العراق يحاول جاهداً رفع الحظر عن ملاعبه ويسعى لاستقبال بطولة خليجي 25 على أراضيه. فلنشاهد. إذن يبدو أن هناك مشكلة بالمقطع. طيب، عموما مشاهدينا الكرام، هذه هي قصة هذا المقطع. دعونا نقرأ التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. مثنى الصالح يقول: وللآن مشروع ربط العراق بالخليج عبر مشاريع اقتصادية معطل بسبب جماعات أرجنتينية، يشير إلى جهات قريبة من العراق. مؤيد يقول: بلد ما بحظ ولا يصلح للعيش البشري، العالم راح تفتح أسواق بالمريخ وإحنا كهرباء ماكو. وضمن التعليقات من عادل إبراهيم يقول: لازم ساحبين 4 أمبيرات وفصلة غير يطفون المجمدة ويقللون الأضوية. يسخر عادل. وفي آخر تعليق لدينا من شعيب يقول: هسه لو اللواعيب كل واحد مطلع تليفونه يشغل فلاش ويلعب مو أحسن لهم؟ يتهكم العراقيون ويسخرون من هذه الحالة المأساوية رغم حديث السلطات، وزارة الكهرباء وغيرها من المعنيين في الدولة، أن العراق أنفق أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، فأين هي هذه الكهرباء؟ نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. وردنا مقطع عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، مرفقة بالرسالة التالية: نحن أهالي قضاء المسيب في محافظة بابل نعاني من تعطيل القنطرة، الجسر المسمى باسم مشروع المسيب والذي يبلغ طوله حوالي 20 مترا وعرضه 4 أمتار. استبشرنا خيرا قبل سنتين بتهديمه وإعادة بنائه بكلفة 2,150,000,000 وبدأ العمل به، لكن تفاجأنا بتعطيل العمل وإلى الآن لم نعرف الشركة المنفذة لهذا المشروع، وتسببت هذه القنطرة بحوادث حتى أطلق عليها المواطنون طريق الموت. ونناشد من خلالكم الجهات المعنية بالاستجابة لنا وإكمال هذا المشروع. فلنشاهد. جسر هذا ما أعرف شنو من جسر، هذا حجر الأساس حطوه بذاك محرم، ذاك محرم الراح قبل سنة يعني، كلفته 2,600,000,000، جسر كله 40 متر، هذا 40. بالبداية كانوا حاطين صناديق، ومنو حاط الصناديق؟ هذول العالم هالمحلات ذولا وفوقها بلوكات. تطوروا الدولة، تطورت الدولة طبعا جابته، هذا التانكي هسه الدولة جابته التانكي وحطه فوقه بلوكه. وهسه انت شفت هذا الحادث اللي صوروه، هسه الحادث هذا اللي نقلوه شفته هسه هنا، من ورا من هسه انضرب هنا بالشارع؟ من ورا من؟ من ورا هاي، يعني هذول ما عندهم غيرة. هاي الشغلة عبن بها شغلة عامة، ما بيها انتخابات ولا بيها اصوات، ما يبلطوا ولا يسووا. هذا شارع بأصوات وانتخابات كلها تروح تبلط يمه،
سووا بوري مال مجاري طقوا ألف صورة، سووا لهم شارع طقوا ألف صورة. أنتم مالتكم هو لفلوس الشعب، هاي كلها فلوس الشعب، كلها بكتوها فلوس الشعب. 30 مليار منا لهنا جسر، حكينا ذي شي مرة قلنا لكم هاك باوع، هاي السيطرة بصفة مباع الازدحام. ما تصور انت، بس انا اقول لك هذا شي انتخابات، هذا شارع عام ما بي اصوات، من انتخبهم ما حد انتخبهم، فشي يسوون؟ ما يبلطوا ولا يسوون الجسير ولا لهم علاقة بحال الجسير. يعني مليارين و600 جسير، حكومات ما تستحون ما تخجلون، هاي الفلوس اللي قاعد تبوق. عم رئيس الوزراء تعشف باب الافسد محافظة بالعالم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مع فقرة صندوق الوارد وردتنا رسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بفتح ملف النازحين واللاجئين في المخيمات السورية، وخاصة مخيم الهول الذي يضم الأسر العراقية. شنو ذنبهم؟ تاركيهم أمام قسوة البرد والخوف والمخاطر الأمنية المحدقة بهم. تؤكد التقارير الدولية مشاهدينا الكرام والحكومية كذلك أن السلطات في بغداد تسعى لغلق جميع مخيمات النزوح داخل العراق، وهم الآن طبعا النازحون والمهجرون يتساءلون ما مصيرنا في ظل بنى تحتية منهارة، منازل مدمرة، مناطق منكوبة، كيف نعود إلى هذه المناطق ولا يوجد إعمار ولا يوجد تدخل حكومي لتهيئة الظروف المناسبة لعودتنا؟ نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج، أطلق ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع المتظاهر المعتقل علي العلوي بعد مضي 4 أشهر على اعتقاله في بغداد بتهم كيدية. علي متظاهر سلمي خرج لأجل وطنه وحاضره ومستقبله، وهذا كل ذنبه. يقول ناشطون إن الجريمة الحقيقية في قضية علي هي حجب أوراقه التحقيقية عن القضاء حتى يبقى رهينة الابتزاز. دعونا نستعرض بعض من هذه التغريدات حول وسم الحرية للحر علي العلوي. يقول فينوس أو تقول: لقد مضى على اعتقاله أكثر من 4 أشهر بتهم كيدية، ويذكر أن المتظاهر علي العلوي من أكثر المتظاهرين سلمية. في تغريدة لليلى تقول: مضى على اعتقاله أكثر من 4 أشهر داخل زنازين الطغاة وقواتهم القمعية بتهم كيدية، كل ذلك من أجل النيل من أحرار تشرين. وضمن التغريدات كذلك سلام العقابي يقول: عندما يعتقل الأحرار ويوضعون في السجون بغير حق فقط لأنهم طالبوا بوطن خال من الأحزاب السياسية الفاسدة، فاعلم أنك في دولة غاب. وضمن التغريدات من زينب تقول: في بلادي يسجن المظلوم ويبرأ الظالم، في بلادي يتهم الوطني بالعمالة ويكرم بائعو الوطن في المحافل. هذه مشاهدينا الكرام جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في موقع تويتر، نراكم بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام الآن مع القصص المنوعة، تطورات قد تغير مجرى التاريخ. علماء ناسا أكدوا إمكانية عيش بعض الكائنات الأرضية على سطح كوكب المريخ، فنشاهد. Thank you.
ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. في مقطع آخر لدينا، صياد تايلاندي عثر على قطعة وصفت بأنها من أكبر قطع العنبر في العالم، بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار. دعونا نتعرف على تفاصيل العنبر. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.